السلام عليكم. إذن في الفيديو غنشوفو كيفية حساب قسمة عددين كسريين، لا ديفيزيون دو دو نومبر فراكسيون. لا ديفيزيون دو دو نومبر فراكسيون. إذن نبداو بالقاعدة العامة، أ على بي مقسومة على سي على دي. هاد الكتابة راه يمكن لي نكتبها على هاد الشكل، أ على بي، هاد العدد الكسري هاد الكسر يمكن لي نكتبو على هاد الشكل هذا، سي على دي، يعني كلتا الكتابتين صحيحة. إذن ديفيزي بار ان نومبر نون نول سي ملتبلي بار سون انفيرس. شنو كيقولك؟ يعني القسمة على واحد العدد غير منعدم كتعني أننا كنضربو في الانفيرس ديالو، يعني في المقلوب ديالو. إذن هاد الكتابة، هاد القسمة شنو كترجع؟ كترجع ضرب ولكن في المقلوب ديال المقام، سي على دي المقلوب ديالها، لانفيرس ديالها هو دي على سي. إذن كيتحول لنا القسمة كتحول لنا الضرب ولكن في مقلوب المقام. ناخدو المثال، 3 على 4 مقسومة على 2 على 5. إذن البسط اللي هو 3 على 4 مضروب فاش؟ في المقلوب ديال 2 على 5. إذن لانفيرس ديال 2 على 5 هو 5 على 2. إذن كندير العملية الضرب اللي هي 3 في 5، البسط في البسط والمقام في المقام. إذن 15 على العدد 8. دابا غادي ندوزو لبعض الحالات الخاصة. إذن 3 على 1 على 5، إذن دائما خصني نعرف البسط والمقام. إذن هذا هو البسط وهذا هو المقام. إذن قلنا البسط مضروب في المقلوب ديال المقام. شنو هو المقلوب ديال المقام؟ هو 5 على 1. إذن 3 في 5 على 1، إذن هي 3 في 5 هي 15 على 1، إذن هي 15 على 1 هي 15. الحالة الثالثة، 2 على 7 مقسومة على 5. إذن ها البسط ها المقام. إذن كتساوي لنا البسط مضروب في المقلوب ديال المقام. إذن شنو هو لانفيرس ديال 5؟ إذن لانفيرس ديال إكس قلنا هو 1 على إكس، لانفيرس ديال 5 هو 1 على 5، 1 على 5. اللي مفهمش لانفيرس راه غنخليكم اللين ديال الجزء المرتبط بالانفيرس، يمكن لكم تشوفوها. إذن 2 على 7 في 1 على 5 هي 2 في 1 على 7 في 5، إذن 2 على 5 و3. إذن بشكل عام يمكن لي نكمل هنا لي غيكل. إذن أ على بي في سي، إذن هي أ على بي في المقلوب ديال سي اللي هو 1 على سي. ومي كيكون عندنا بحال هاد الحالة فكندير أ، إذن دائما البسط، دائما خصني نعرف البسط والمقام. إذن مضروب في لانفيرس ديال المقام اللي هو دي على س، وهذا بطبيعة الحال راه كيساوي لنا أ دي على سي.